هبلاتهم حمقاتهم أخلاتهم سكين عليها يسال وضراتهم على حياتهم وأخلاته يبكي قدام الرجال وهبلاتهم حمقاتهم أخلاتهم سكين عليها يسال وضراتهم على حياتهم وأخلاته يبكي قدام الرجال قدام الرجال يخدم برا في الدار هي ناسها ناري ولا جاب الفلوس نفسها يبقى فيا مسكين هبلوه نساها وادي راغي نسا وعليه عساها يخدم برا في الدار وهي ناسها ناري ولا جاب الفلوس نفسها يبقى فيا مسكين هبلوه نساها وهبلاتهم حمقاتهم أخلاتهم سكين عليها يزال وضراتهم على حياتهم وأخلاته يبكي قدام الرجال قدام الرجال العيشة مع عمري راهي دايما هي سبب عذابه هي الحكمة تفيق ونص الليل والناس نايمة ويقول كاتب غيني وعلي يا رايمة العيشة مع حمري راهي دايما هي سبب عذابه هي الحكمة وهبلاتهم حمقاتهم أخلاتهم سكين عليها يزال وضراتهم على حياتهم وأخلاته يبكي قدام الرجال وهبلاتهم